دخل المعلم ضاحكا، تؤكل الفاكهة ناضجة. رأيت العامل منهمكا في الورشة، أعجبت بالوردة متفتحة، ساءني قطع الشجرة مثمرة. نعم، نعود نقرأ الجملة الأولى. دخل المعلم ضاحكا. إذا غادي نلاحظوا هذه الجملة هذه. إذا هذه الجملة كتبتدئ بماذا؟ بفعل أو اسم. فعل. نعم، نلاحظوا أن الجملة تبتدئ بفعل. إذا فهي جملة أصلا، جملة نوع هذه الجملة فعلية. جملة فعلية. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، نوع هذه الجملة فعلية. جملة فعلية. الجملة الثالثة فعلية. فعلية. جملة أيضا فعلية. نعم، إذا هذه الجمل فهي كلها جمل فعلية. من طبيعة الحال الجملة الفعلية كما سبق أنها تتكون من فعل وفاعل أو من فعل وفاعل ومفعول به. إذا دخل المعلم ضاحكا. السؤال، كيف دخل المعلم؟ دخل المعلم ضاحكا. إذا ضاحكا هنا فهي تبين لنا ماذا؟ هيئة الفعل. نعم، تبين لنا هيئة ماذا؟ هيئة المعلم. هيئة هذا معلم. اسم. هيئة هذا اسم. اسم. من طبيعة الحال هذه الكلمة إذا فهي اسم. لماذا؟ لأن تبتدئ بماذا؟ تبتدئ ب بأل. إذا فهي اسم. إذا فهذا الاسم، من طبيعة الحال هذه الكلمة فهي أيضا اسم. كيف تعرفنا على أنها اسم هذه الكلمة؟ لأنها تنتهي بتنوين. بالتنوين. إذا فهذه الكلمة فهي اسم. هذه الكلمة هل هي نكرة أم معرفة؟ نكرة. نفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية. نكرة. الكلمة الثالثة. نكرة. الكلمة الرابعة. نكرة. الخامسة. نكرة. إذا فهذه الكلمات المحددة أمامنا فهي كلها نكرة. أسماء نكرة. إذا نحاول نستر عليها باش تبان لنا واضحة جيدا. إذا أسماء نكرة. نعم. هذه الأسماء النكرة كيف هي حركتها الإعرابية؟ نلاحظ جيدا. من يتدخل؟ تنوين. نعم، حركتها الإعرابية هي تنتهي بالتنوين، ولكن هل هي مرفوعة؟ هل هي منصوبة؟ منصوب. نعم، هي أسماء منصوبة. إذا هذا الاسم النكرة المنصوب الذي يبين هيئة اسم قبله، هذه الكلمة تسمى في اللغة العربية ما دامت أنها تكشف لنا عن هيئة اسم قبلها وتجيب عن سؤال كيف، فنسميها في اللغة العربية ب حال. نعم، لماذا؟ لأن تبين حالة هذا الاسم. تبين حالة هذا الاسم الذي جاء مباشرة بعد الفعل. جاء مباشرة بعد الفعل. بعد الفعل. نعم، إذا الحال في اللغة العربية هو اسم نكرة منصوب يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال. نعم، نلاحظ الحال هنا. نقرأ هذه الجملة بدون حال. من يتدخل القراءة؟ دخل المعلم. نعم. الجملة الثانية بدون حال. تؤكل الفاكهة. نعم. الثالثة بدون حال. رأيت العاملة. أعجبت بالوردة. نعم. الثالثة. ساءني قطع الشجرة. ساءني قطع الشجرة. إذا هل يمكن الاستغناء عن هذه الكلمة في الجملة؟ نعم. نعم، إذا يمكن لنا أن نقرأ هذه الجمل وأن تكون عندها معنى، يعني جمل تامة بدون هذه الكلمات التي هي جاءت إعرابها. إذا نقول بأن الحال هو اسم نكرة منصوب فضلة. ما معنى فضلة في اللغة العربية؟ أنه زائد. كيف يمكن لنا نستغني عليه؟ يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال. صاحب الحال. إذا إذا رجعنا لصاحب الحال في الجملة الأولى كنلاحظوا على أنه معرف. إذا صاحب الحال دائما يأتي معرفة، دائما يأتي معرفة في جميع الحالات، عكس الحال أنه دائما يأتي نكرة. صاحب الحال في الجملة الأولى، هنا غادي نرجعو باش نبينو صاحب الحال موقعه من الإعراب. إذا لأن لا يمكن أن نقول أن دخل فعل ماض بني الفتح ونقول بأن هذا صاحب الحال. نعم، صاحب الحال يعرب حسب موقعه في الجملة. نعم، دخل المعلم، ما هو موقع هذه الكلمة من الإعراب؟ فاعل. تؤكل الفاكهة. تؤكل فعل، كيف هو الفعل تؤكل؟ مبني للمجهول. إذا طبيعة الحال فعل مبني للمجهول يحتاج إلى ماذا؟ نائب فاعل. نعم، هذا نائب الفاعل. إذا صاحب الحال إما يكون فاعلا أو نائبا للفاعل. نلاحظ الجملة الثالثة، رأيت العامل منهمكا. إذا
فعل كما كنلاحظوا عندنا ايضا فاعل مفعول مفعول به. اذا كما لاحظنا صحيح الحائم ياتي فاعلا او نائبا للفاعل او مفعولا به. اعجبتني عفوا اعجبت بالورده، نلاحظ هذه الكلمه لماذا؟ لان متفتحه تبين لنا هيئه ماذا؟ ورده. نعم هيئه الورده ولا تبين لنا هيئه ام. اذا نلاحظ كلمه الورده، اذا فهي مسبوقه بماذا؟ حرف جر. مسبوقة بحرف جر، إذا نقول أن الوردة اسم مجرور. إذا نلاحظ أن صاحب الحال أيضا يمكن أن يأتي اسما مجرور. نلاحظ الحالة الخامسة، سأني قطع الشجرة مثمرة. إذا مثمرة تبين لنا هيئة ماذا؟ الشجرة. هيئة الشجرة. نلاحظ كلمة الشجرة، قطع الشجرة، إذا الشجرة ما هو مضاف إليه. مضاف إليه. إذا صاحب الحال كما قلنا يمكن أن يأتي فاعلا أو نائب فاعل أو مفعول به أو اسم مجرور أو مضاف إليه.